يا هلا وسهلا متابعين ميديا كار. اليوم نحن في دعوة خاصة من مرسيدس بنز في جدة. عندهم اليوم ديسكفري داي او يوم الاكتشاف العلامة البراند، فجايين وحنشوفوا معايا ايش خصائص هذا اليوم، ايش الفعاليات اللي بتروح للعملاء والعملاء الجدد لشركة مرسيدس. هذه بداية دخولنا. في عندنا اخوان إمكانية مشاهدة بعض سيارات مرسيدس المختلفة من الاس كلاس، الجي ال اي والفي كلاس. هذه سيارة عائلات اللي يحبوا سيارات الكبيرة للسفر والمريحة. اعطيكم نظرة عليها سريعة. هذه سيارة الفي كلاس من مرسيدس، سيارة عائلية تكفي 7 اشخاص لكن بشكل مختلف، كبيرة جدا، مريحة جدا لمحبي السفر العائلي. أكيد هتكون هذه السيارة واحدة من خياراتهم الجيدة مرسيدس. وأكيد اللي ما يعرف مرسيدس أو ما يعرف تاريخ مرسيدس، أحب أقول لك هذه هي أول سيارة في العالم. هذه نسخة منها موجودة في معرض مرسيدس في السعودية، لكن هذا هو شكل أول سيارة في العالم اللي صنعها كارل برنز عام 1887. فلذلك لما نقول مرسيدس هم من اخترعوا السيارات، ترى اخترعوها بهذه. الحين هنا هدف اليوم اللي هو استماع لآراء الناس واستفساراتهم وإيش اللحظات اللي عندهم. لذلك أغلب الفئة المختصين المرسيدس يحاولوا هنا أو هذا اليوم يجاوبوا على استفسارات العملاء بشكل مباشر. هذا شيء جميل، وممكن كمان لو عنده أي استفسار على أي سيارة يقدر يدخل معاه ويعطيه الإجابة حق الاستفسار تبعه في أي شيء. الشيء الجيد في موضوع الجولة اللي ناخدها انه عددنا احنا بالضبط تقريبا 6 اشخاص، يحاولوا يخلوا مجموعة قليلة جدا، ما يحاولوا يخلوها مجموعة كبيرة عشان يقدر يعطوا المعلومات، ياخذ الاستفسارات بشكل افضل، يخلوهم ياخذوا مساحتهم انهم يسألوا بشكل اريح. بانه لو كان عدد كبير ممكن تكون الأسئلة كثيرة فممكن يحسوا بالملل، لكن فكرة عدد بسيطة هي صراحة فكرة جيدة منهم بخصوص الاستفسار. خدمات، وهنبدأ أول شيء بتعريف بسيط فيديو. أربع دقائق إن شاء الله، بعدين نبدأ ناخذ فيكم جولة. تفضل معنا. ومع كل سيارة دورية سيتم إجراء قائمة شاملة من الفحوصات على السيارة، تتضمن الزجاج الأمامي، اختبار الفرامل، وفحص الإطارات لإصلاح أي ضرر أو ثقوب وغيرها لضمان عمل سيارتك بأفضل أداء. جميع أسعار الصيانة الدورية لدينا ثابتة، مما يضمن لك الشفافية في الأسعار ومعرفة جميع تكاليف الصيانات القادمة لسيارتك. يمكنك الحصول على باقة صيانة من شركة الجفاري للسيارات، تشمل جميع تكاليف الصيانة الدورية مقدمة، حيث لا يكون هناك داعي للقلق من تكاليف الصيانة في المستقبل. أيضا إذا رغبت في بيع سيارتك الحالية فستضمن لك باقة صيانة سعر أفضل عند البيع، والسبب أنك حافظت على سيارتك باختيار فنيين مرسيدس بنز المعتمدين وباستخدام قطع غيار مرسيدس بنز الأصلية. جميع قطع غيار وأكسسوارات مرسيدس بنز الأصلية مضمونة لمدة 12 شهر دون قيود على الكيلومترات من تاريخ التسليم للعميل. في مرسيدس بنز يقودنا الشغف والالتزام لتقديم الدعم ما بعد البيع على مستوى عالي. أخذها من برا الجفال. أنت في الجفال إذا بتاخذ سيارة من عندنا بتستفيد من شغلتين او شغلات كثيره، من اهمها شغلتين اللي هو ضمان الممتد، ممتاز، اللي انت بتاخذ عليه ضمان كمان 3 سنين. هذه اول شغله انت بتستفيد منها، انه هذه ما هي موجوده ولا تقدر تمددها في اي سياره من برا الجفاف. ثاني شغله اللي هو توفر القطع، لانه اغلب السيارات اللي بتجي مواصفات ما هي سعوديه بيجي فيها قطع كثيره وما هي اساسا جايه على السعوديه، يعني زي المكيف زي بعض القطع الثانيه ما بتكون اساسا جايه للسوق السعودي، فبتكون مختلفه اختلاف جذري او ما يكون كلي عن المواصفات السعودية. وصلنا هنا منطقة استقبال السيارات من مركز الصيانة. ايش بنسوي هنا؟ يعني ترى هذا ثاني مكان انت بتقعد معاه مع المهندس بعد ما بتخلص معاه الاجراءات في المكتب، بعد ما بيوضح لك السعر وش اللي يتم في السيارة. احنا بنجي هنا بنشيك على اشياء كثيرة، اولا بنبدأ زي ما قال زميلي بنحط الاغطية عشان لا تتوسخ ولا تتأثر مع اللفة اللي بتاخذها جوا السيارة.
ثاني شغله بنسويها احنا بنشيك على البودي. البودي في سيارتك اول ما تشغل الجفاري بتشيك عليه حول 5-6 مرات لين ما تطلع لك السياره، عشان لا يصير فيها اي ضرر ولا يصير فيها اي خدش. بنحاول نقلل نسبه الضرر اللي هي وارده ما تصير، بس احنا بنحاول نقللها قد ما نقدر، بحكم ان احنا كل واحد بيستلم السياره من بعد ما تصير الاستقبال بيشيك على البودي الفني، اذا كان بتروح لفني كهربائي بعده، اذا كان بتروح للفاينل او للكيو سي، كل واحد بياخذ السياره بيستلمها لازم يشيك على البودي، يشيك على الكفرات، يشيك على الاخطيه. هذه شغله. الشغله الثانيه، احنا اي سياره بتدخلها عندنا قسم السياره انت لك ملف كامل معلوماتك، معلومات السياره هذه، اي شيء انت بتغيره هنا بيكون مسجل، يعني حتى بعد 10 سنين تجيني اقول لك انت السياره هذه وهي لسه ماشي 15 ايش صار فيها. فهذا شيء انه انت عارف كل شيء صار في سيارتك، هذا بيكون يعني ميزه بتفضلها في السياره هنا. هذا اول شيء احنا بنشيك عليه. ليش احنا بنرفع السياره هنا قدام العميل؟ عشان لو في كفرات معدومه محتاج انت تعرف السعر او انت كم ميزانيتك بشكل عام قبل تخش مركز الصيانه، كفرات او فرامل او احيانا بيكون في ضرر صار للسياره وانت بالسوق انت ما انت شايف تحت السياره، فاحنا بنوريك هو قبل لا ايش تخش السياره جوه، اذا كان تهريب، اذا كان في اي تلفيات تحت السياره. بالضبط هنا مع العميل المبدئي، وبعدين هذا هو مركز السيارة. لا احيانا هنا بنشوف هنا مركز الصيانه، هذه مركز سيارتك. طبعا مركز الصيانه عندنا هنا مقسم لاقسام، في مركز الصيانه السريعه، في قسم الكهرباء، في قسم الميكانيكا اللي هو التوظيف، هتلاقي له غرفه لحاله هناك. هذا المركز اللي احنا بنسوي فيه سياره مرسيدس. انا حاب اوضح لكم، ممكن بعضكم عنده خبر انه كل سياراتنا مرسيدس لها عده خاصه، يعني احنا بنستخدم لكل سياره ممكن موديل واحد الجي كلاس او سي كلاس او الاس كلاس، هتلاقي له عده خاصه بالسياره هذه بس، هذا سبيشال تولز. وكمان بيكون عليه مراقب، يعني هذه القطع زي هذه الستورز عليها مراقب وعليها قسم كامل بيهتم بنظافتها، بيهتم بصلاحيتها عشان لا يضر سيارتك اي ضرر، عشان هذه القعده هي نفسها اللي بنستخدمها على سيارتك. فانا حابين اوضح لكم انه ترى احنا عندنا عده خاصه للسياره لكل سياره بنستخدمها فيها. اكيد ما في اي اسئله. طيب ابين لكم، لان انا قلت لكم في بعض الاحيان السيارات بتجي ما هي جفايه. المكيف، في بعض السيارات بتجينا ما هي اساسا جفاري ولا هي السيستم اللي عليه اساسا احنا بنشتغل عليه، يعني حتى السيارات هذه يعني ممكن تجيني سياره سيارتين في السنه، بنوفر لها جهاز خاص للسياره هذه عشان بنحاول نقدم قد ما نقدر الخدمه الافضل لعملائنا حتى لو كان هو مو شاري السياره من جفاري. طيب هذا بالنسبه للاس اس تي. احنا بعد الاس اس تي هنخش معاكم على القطع الغيار. ايش القطع اللي احنا بنستخدمها وايش الفرق بين القطع الاصليه والقطع التجاري؟ القطع اللي بنستخدمها طبعا لازم تكون كلها اصليه، ما عندنا نهائيا اي قطع تجاري، حتى لو العميل بيوردها احنا لازم نكون عارفين مصدر القطعه هذه من فين جايه، وهل القطعه هي اصليه ولا لا. الفرق بين القطعه الاصليه والتجاري، انت ممكن تروح برا تشوف هذا الزيت وتشوف هذا الزيت، مستحيل تفرق بين هذا اصلي وهذا تجاري، مستحيل. انت عشان كذا بتيجي مرسيدس عشان تعرف ومتاكد ان احنا القطعه اللي حتى الزيت اللي احنا بنورده هو الزيت الاصلي حق مرسيدس، ما في فرق، ما هتلاقي اي فرق بين الزيتين. هذا الأصلي. لو احد فيكم يعرف يطلع لي ايش الاصلي وايش التجاري من واحد فيهم، مين الاصلي ومين التجاري؟ حتى وانتم كاتبين عليه. الاختلاف اكيد جوا، اختلاف في الزيت 100%، يعني ما هيسوي تجاري الا وفي اختلاف. حتى الكراسي، يعني هنا هتلاقي هذا الكرسي التجاري صح؟ هذا الاصلي. هذا الاصلي عفوا، انا ما عرفته. وهذا التجاري. ما هتلاقي فيه فرق. تقريبا هو نفس القطعه بالضبط، فخلي بالكم حتى الزيوت ابسط الاشياء هذه اشياء مهمه. هذا الاصلي، الزيت من اهم شيء عمر السياره وعمر الماكينه، كل الزيوت. الزيت لو فرق معاك الثيكنس حقه او فرق معاك اللزوجه حقه او فرق معاك نفس الكواليتي حق الزيت هيفرق معاك في عمر الماكينه، لا تشوف ان هي مره واحده تغيير، هذه ترى بياثر معاك على اللونج بيريود. فالقطع الاصليه والقطع التجاريه احنا هنا حابين نوريكم فكره عنها، ولازم تكون عارف ان ترى لها تاثير. واحنا كل القطع اللي احنا بنستخدمها في المرسيدس كلها قطع اصليه من الزيت الى البطاريات. في شركات تلاقيها الزيت مو نفس مرسيدس او عفوا مو نفس البراند حق احنا، لا حتى الزيت هو نفس البراند، البطاريات هي تلاقي عليها علامه مرسيدس، كل قطعنا من الزيت للمساحات هتلاقي عليها علامه مرسيدس. الصيانه السياره المجانيه، السياره المجانيه تختلف من سياره لسياره حسب الحاله، انت تقدر تمد سيارتك المجانيه لين 105 بس بعض القطع طبعا الاسعار هذه هتلاقيها برضه في الاي كيو كود اللي موجود عندنا نفس الباركود نصف كامل. يقول لك تغيير الزيت كل 15000 تقريبا، كل 15000 او سنه الاسبق فيهم اللي تتحسب. الزيت زي ما هو ليه عمر بالكيلو زي ما هو ليه عمر بالبيلو،
لانه الزيت بعد سنه بيصير زوجته ضعيف، ما بيصير بيأدي مهمته بشكل كامل، فبيصير زي المويه فبيأثر على الماكينه. فعشان كذا كل الزيوت ايش ما كان زيتك السياره هذه لي عمر معين، زيت الماكينه كل سنه، زيت الجير مثلا كل 4 أو 5 سنين يعيش مده اطول وفتره اطول في الاستخدام، لانه هو ما بيستخدم زيت الماكينه، عرفت؟ بيستخدم زيت الجير اغلبه للهيدروليك للضغط، مو زي زيت الماكينه للاحتكاك وهذه الاشياء. فكل زيت كل قطعه في السياره ايش ما كانت القطعه هذه لها عمر بيريد معين، القطعه الاستهلاكيه طبعا انا بتكلم. زيت الجيربوكس لازم يتغير؟ لازم يتغير فيه كل السيارات المرسيدس بيتغير زيت الجيربوكس فيها. اللي حسب تختلف من سياره لسياره. اقصى شيء 100,000 كيلو. ما عندنا 90,000 على اكثر شيء. طيب بالنسبه لزيت الفرامل برضه يتم تغييره عندكم؟ كل سنتين زيت الفرامل عشان تحافظوا على ليس له تسمم. كل سنتين. سنتين. اللي هو رطوبة. مزبوط. لأن هو كل سنتين ليش بنغير؟ أنت أول شيء عشان أول ضرر هو استخدامك لي. يعني الزيت ليش بتغير كل سنتين؟ عشان نفس الاستخدام حقه في أو في هو جديد مو زي ما هو بيكون بعد سنتين. صحيح. ينضغط الزيت لأنه هذا الزيت نفسه لي اللي بتستخدم في الضغط في عملية ضغط ما هو عملية احتكاك. فليش كل سنتين لازم تغير عشان تحافظ كمان على القطع الموجودة على سيارتك. تمام. في أشياء أنت محتاج تشيكها إذا بتمسك خط طويل أو بتمسك سفر. صحيح. صح. ايش الاشياء اللي احنا كل يوم المفروض ان احنا بنشيك عليها؟ اللي هي الكفرات. اذا كانت الكفرات طبعا نسبه هواء الكفرات، ليش انا بشيك عليها كل يوم؟ انت ممكن تجي ووقفت السياره في الليل فيها مسمار انت ما انت عارف ان فيها مسمار، تصحى الصباح تلاقي السياره نايمه عندك. فانت عشان لا تضرك كفر ولا انت تعطل كمان في نص الخط لازم بتشيك كل يوم على نسبه الكفرات عندك في العدادات، بتكون واضحه وبتعطيك مؤشر. تمام. هذا بتشيك عليه كل يوم. الشغله الثانيه انت بتشيك عليها كل يوم موعد صيانتك. انت احيانا فجاه وانت ماشي تلاقيها طلعت لك علامه، فانت الافضل بتفك من الشاشه بتعرف كم باقي يوم او كم باقي كيلو قبل تطلع مشوارك. يعني الشغله ما بتاخذ منك دقائق. ممتاز. هذا بالنسبه لكل يوم انت ايش بتشيك عليه. الاشياء اللي انت بتشيك عليها قبل السفر تفضل معايا اللي هي مويتر ديتر. طبعا مويتر ديتر بتعطيك علامه بس انت قبل تسافر افضل تطمن لك تشوف المويه زي ناقصه او لا. احنا هنوريكم كيف بتشيك على المويه. مويه المساحات طبعا اكيد انت كلكم عارفين ليش بنحتاج مويه المساحات. مستوى الكفرات اذا في احد مو عارف احنا هنا نقدر نجرب مع الفنيين كيف يعبي لك هواء الكفرات. نقطه مهمه، انا كيف اعرف نسبه الكفر الموجوده على سيارتي؟ لان كل سياره لها نسبه ضغط هواء كفر معين حسب وزنها حسب حجم الجنب حسب حجم الكفر. ممتاز. في مرسيدس بشكل عام كل سياراتنا هتلاقي الضغط المعين للكفر حقك موجود في غطاء التانكي. شلون هتلاقي كل المعلومات؟ طبعا هذه السياره هتلاقي بس حق الكفرات هذه، بس في سيارات هتلاقي موجود عده قياسات عده قرايات للكفرات هتعرفها عن طريق مقاس الجلد حقك ومقاس الكفر حقك. يس. هذا هو القياس. شيك عشان الحين ممكن يكون صار بريشه معك انت ما انت عارف. عشان لا تمشي وتتعطل في الخط او لا توصل مرحله انت تعدم الكفر كامل، فانت بتخش بس بتلاقيك النقاط وهي مسهلت لك هي زياده لو بالابيض. شايف نسبه الاكسس 100% 99.99% بيزك اللي ما تحتاج تفك. لا لا ما يحتاج. لا لا ما يحتاج نهائيا. حتلاقيه تقريبا. الاشياء المهمه في مركز الصيانه في طريقه اسهل هي تغيير المقاعد الاماميه والمقود للسلامة راك مالك السيارة. لو احمر ما تمشي على السيارة، شوف الكفر سويه بعدين تمشي عليها. طبعا هذا بالنسبة للكفرات. بالنسبة للورنينج لايت انتو انا حاب اختصر لكم هي، لان هي الورنينج لايت في سياراتنا بانه هي صارت كلها كهرباء وكلها جامعة حساسات. في ممكن مليون ورنينج لايت ما اقدر احصي لكم هي دحين، بس بشكل بسيط الورنينج لايت نفس موضوع الكفرات بيطلع لك ثلاثة لمبات ابيض. هذه طبعا محتاج ان انت بس اللهم تاخذ فكره ايش اللي عندك مو شغال والسياره بتقول لك عاد تقدر تمشي عليها. اصفر هذا معناته ان انت لازم تاخذ السياره في اقرب وقت لمركز الصيانه ولا وما ينفع تاخذها في مسافات طويله. احمر هذا معناته لازم الان تودي السياره لمركز الصيانه او في اقرب فرصه. فهذه هي علامات التحذير بشكل عام. المويه، مويه في سيارات مرسيدس طبعا مويه التبريد هذه شيء مهم زي ما قلت لك انت في الطريق او ماسكين طريق طويل لازم تشيك على المويه. فاغلب سياراتنا هتلاقيها موجوده هنا، احيانا تكون تحت غطاء واحيانا تكون مكشوفه زي هذه شوذم. وهنا طبعا دائما بتكون يا اما حمراء يا اما زرقاء. في عيار معين لو اللي حاب يشوف، في عيار معين هنا تعرف المويه فل او لا. بيوريك هو الفني شوذم ولد ساين. ديس ماكسيموم ليبل اوف ذا كولنت سيستم
if the coolant is dropping, there is a sensor and it will light on the instrument cluster. It will show you a warning message. طيب هنا المقياس حق انخفض او هنا الطبيعي لو نزل المويه عند الحساس هنا حيبين للسائق انه المويه ناقصه صح. طيب بما ان احنا عندنا فنيين انا في نقطه بسيطه اوضحها لكم احنا الفنيين عندنا كلهم معاهم ابروف باي مرسيدس يعني ما في احد يشتغل على سيارتك الا وهو واخذ دورات في الشغل اللي هو بيسويها يعني حق الصيانه واخذ دورات للصيانه حق الكهرباء واخذ دورات في الشغل اللي هو واصل لها عشان كده بيشتغل بس الشغله هذه في الكهرباء فكل المهندسين اللي عندنا واخدين ابروف باي مرسيدس حتى السعوديين عندنا لهم معهد بيدرس سنتين بس عشان يقدر يبدا يشتغل في سيارتك حتى قبل اللي يبدا يشتغل في السياره يعني لو جاء فني جديد هذا الفني معاه شهادات ما يبدا يشتغل في سيارتك لين ما يكمل سنتين مع سين تكنيشن او مع قسم الصيانه فاي فني عندنا هنا موجود اكد 100% انه هو واخد شهاداته كامله عشان يشتغل بس في الشغله اللي انت جايبه عشانه طيب استفسار السيارات الكلاسيكيه اللي عندكم شايف كم سياره هنا اليوم كلاسيكيه نعم. اي الخدمات هذه تقدموها كل السيارات الكلاسيكيه يعني أكيد. اي سياره موجوده سواء كانت من مستورده من برا او موجوده هنا مخزنه يعني مثلا السيارات الكلاسيكيه في مرسيدس لها اساسا ويب سايت خاص ولها طريق قطعه مختلف عن قطع السيارات العاديه يعني حتى قطع السيارات القديمه لها طريقه بتطلب فيها القطع بس هذه الكلاسيك يعني اللي هي موديلاتها في الثمانينات وانت نازل اي صحيح السيارات اللي فوق كذا لها شروط معينه عشان نقدر نستقبلها ونشتغل فيها يعني ما ينفع ان انا تجيني سياره معدومه انا ما اعرف عنها 15 سنه حاجه واجي اسوي لها هنا شيء فاحنا لها شروط معينه عشان اقدر استلم السياره القديمه طيب. واقدر اسوي فيها شيء بس قطع غيره طبعا انا اقدر اوفر له هي في اي وقت هو يحتاج يعني لاي عميل ممكن نقول عنده سياره كلاسيكيه يقدر ياخذ سيارتها هنا في الشركه عندك امثله هنا فيها تلاقي كذا سياره كلاسيكيه شكرا جميل سياره كلاسيكيه يقدر مالكها يحافظ عليها ويسوي صيانتها في الشركه بدون ما يحتاج انه يوديها لشخص يكون عنده فكره عنها او معرفه عنها وغير كذا حسب ما تاكدت منهم انهم هم يقوموا بصيانه السياره بالمراجعه مع المصنع يعني في احد المختصين في مصنع مرسيدس المتخصص في السيارات الكلاسيكيه حيتابع مع الفني اللي يعمل على السياره هنا كتاكيد على كفاءه العمل اللي يتقدم لمالك مرسيدس مرسيدس احنا بنوفر هنا اغلب الاكسسوارات اللي انت محتاجها من الكهرباء للبادي للويلز كل حاجه انت بتحتاج بالاكسسوارات هتلاقيها متوفره عندنا الاكسسوارات ترى شيء مهم لا تستهين بالتضليل التضليل هو ابسط شيء ممكن تلاقيه في الاكسسوارات ترى التضليل اللي تكنس عالي بياثر على سيارتك سيارتك جايه بمواصفات عاليه في اللي هي تكتم الصوت فانت تضليلك يفرق معاك لازم يكون التضليل اصلي لازم تهتم باقل شيء الحساسات او قطع الكهرباء لو ركبت ممكن شاحن جوال لو مو اصلي ترى ممكن يحرق لك الكمبيوتر ممكن يحرق لك الدائره ممكن يحرق لك فيوز خلي بالك من اقل شيء انت بتركبه على السياره ترى ليه ضرر على السياره احنا عندنا هنا انت ممكن ما انتم عارفين او ما يعني ما عندكم خلفيه في الموضوع هذا بنورد كل حاجه من الداش كام لشاحن السياره لقطع البادي كل حاجه احنا بنورد لل شو اسمه هذا للاكسسوارات للسياره او زينه السياره شغله مهمه الجنوط او مقاس الكفرات مقاس الكفرات ترى مهم جدا للسياره يعني لا تحاول تلعب مقاس الكفر او الجنط لانه هذا هو اللي بيعطيك قرايه العداد قرات العدد انت لو كبرت الكفر او صغرته قرات العدد عندك هتختلف في السياره لانه هو واخد عريض شو معين للكفر فخلي بالك برضه من النقطه هذه انه العدد عندك بيختلف صرفيه البنزين هتختلف لو غيرت الجنط او كبرته او صغرته واحنا المرسيدس بنوفر لكل سياره يعني لو لاحظ هتلاقي للموديل واحد فيه تقريبا حول 8 او 9 يعني خيارات كثيره للجنوط فعندنا هنا كل مقاسات الجنوط حتى لو تبي تغير مقاس كفر او مقاس شيء لازم تيجي تسال الفني او المهندس قبل تغيره عشان يقول لك ينفع او ما ينفع. نظرة سريعة على مركز الصيانة في مرسيدس. ما شاء الله مقتط بالسيارات المتنوعة، تلاقي السيارات الجديدة، السيارات الرياضية، السوبر الرياضية، السيارات الفاخرة المايباخ باختلاف اعوامها. يعني برضو من الاشياء اللي تلفت في المكان في يمكن هتشوف هنا سيارة SLS لاحظين وهذا شيء جيد عندنا كمان مايباخ هنا من الشكل السابق لكن شيء جيد صراحة
طيب هذا المساحة اللي انتم شايفينها والمكان ده هنا مكان استلام العميل سيارته بعد ما تنتهي من الصيانة. لاحظين هذه الفكرة أول مرة يسووها مرسيدس في السعودية في جدة فقط. فريق السعودية هم اللي أشاروا المرسيدس إنه يسووا الفكرة دي، ومرسيدس عجبتهم الفكرة ويمكن يطبقوها في دول تانية. الفكرة إنه جونا حار، فبالصعب إن أجيب عميل مرسيدس يستلم سيارته بعد ما تنتهي الصيانة ويستلم سيارته في مكان حار جدا، أو تكون الأجواء الحارة مثلا وقت الظهر تكون صعبة. لذلك سووا هذا المكان الرائع بتصميمه الجميل يحاكي موضوع المعرض، ويجي يستلم سيارته في هذا المكان الجميل. الحين محولين هم مكان ضيافة للزوار فقط للجلوس، لكن هو في الأساس مركز استلام سيارات العملاء بعد السنة. الأشياء الجميلة في الموضوع الفعاليات اليوم، مرسيدس مسوين زي تست درايف للسكوتر الكهربائي الخاص بهم الاي كيو، فتقدر تاخذ تجربة السكوتر الكهربائي الخاص بمرسيدس تستمتع بها شوية بعد هذه الرحلة الجميلة والتعريف عن مميزات امتلاك سيارة مرسيدس. أتمنى كنا فدناكم اليوم بالفعاليات اللي قدمتها مرسيدس وأعطيناكم بعض المعلومات اللي تهمكم في سعيكم لاختيار سيارتكم القادمة. نشوفكم إن شاء الله على خير.